ايه اللي بيحصل بره ده؟ مالهم الموظفين؟ عاملين زي ما يكون ميت لهم ميت. ما تشغلش بال سعادتك، دي مشكله بسيطه وسهله حلها ان شاء الله. هو انا ناقص الغاز؟ ما تتكلم انت رخ. ابدا يا فندم، الحقيقه نزل خبر النهارده كده سخيف شويه. سعادتك عارف بقى يعني الصحافه الصفراء. خبر؟ خبر ايه؟ وريني. الله 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 الله، ايه قله الادب دي؟ هي حصلت؟ اكيد يا فندم، ليهم مصدر في الاسم، هو اللي بلغهم الخبر ده. والمصدر ده ما قالهمش ان انا كل اللي قعدته كام ساعه وخرجت على طول؟ ابو اليزيد، انت تعرف جورنال اسمه الجورنالجي؟ داد، شفت اللي حصل؟ ايوه ايوه ايوه. اسمع، انا عايزك ترفع لي عليهم قضيه. ايوه، قضيه تتهمهم فيها بالكذب والتدليس، وقضية تانية تطلب فيها تعويض. أنا عايز أخرب بيتهم، عايز أقفل الجورنال الزفت ده. سعادتك ما تشغلش بال. يا سالم بيه، أرجوك تهدى وتطمن. أنا هبعت أجيب نسخة وهعمل اللازم بنفسي، ما تقلقش. بس أرجوك أرجوك اهدى واطمن خالص. أنت عارف حقك هيجي لك لحد عندك وزيادة. عيب. ده أنا أبو اليزيد يا باشا. اخطف رجلك لغاية الجورنال. وقابل رئيس التحرير وفهم انه بالطريقه دي بيلعب بالنار، وان الموضوع ده مش عادي بالساهل، وانهم لازم ينزلوا تكذيب. فاهم يا ابو اليزيد؟ ينزلوا تكذيب فورا. داد، الناس دي لازم تتربى. ما تقلقيش يا حبيبتي، ابوكي بيعرف يحافظ على حقوقه كويس جدا. بقول يا فندم، انا عندي فكره كده، يعني تحب تركبي مركب او تغيير؟ الميه والسما برضه بيريحوا الواحد. أنا شايف الناس نازلة من المركب والشام منور، بسم الله ما شاء الله، يعني ولا كأنهم راجعين من عمر. زمان وانا صغير كان ابويا ياخدني نقعد على شط النيل في عز الشمس، سنارتين بوس، ونقعد بقى نستنى الفرق كتير، ساعه ساعتين اسبوع، وكل لما اجي افتح بقي واصبر يا سيد اقول له يابا، يقول لي يا ابن الصيد بيحتاج صبر. الا لما رجعنا ببسرياه يا فندم، مش هقول لك سمكه كبيره، ترجع بضربه شمس في عز الصيف او التهاب رئه في عز الشتاء. يا ربنا اخيرا. ايوه كده اتحكي، النبي ما تزعلي نفسك تاني. كنت عايزني اعمل ايه؟ واحده زي دي بتبوس جوزي وتحضنه قدامي وقدامكم، بتخش البيت زي ما يكون ليها فيه اكتر ما ليا. عارف عارف كان نفسي اعمل ايه ساعتها؟ اجيبها من شعرها وارميها بره، والاقي وهي تعتبي البيت ده مره تانيه. روحي اعملي الشويتين دول مع حد شبهك. بس حسيت ساعتها انا بعمل لها قيمه قدامكم. خدت بعضي وطلعت على فوق زي ما انت شفت. انا عارفه ان انا غلط. بالعكس، انت ما تعرفيش انت كبرتي في نظر يعني حضرتك، في نظري ونظرنا كلنا قد ايه يعني. اللي تعمل كده ست عاقله، بنت ناس، عارفه تحافظ على بيتها وكرامتها. مين مهدي اللي هتعملي لها سعر وتحسسيها ان الحكايه راس براس؟ تفتكر الناس هتحسبها زي ما انت بتحسبها كده؟ افتكر ايه يا فندم؟ انا متاكد. انا عن نفسي ما تعرفيش احترامي ليكي زاد قد ايه بعد الموقف ده. ربنا يكملك بعقلك ويحافظ لك على بيتك ويبعد عنك مها وامثالها. ما دام بس هو كان في مشكله، يعني واضح ان فكره المركب دي كانت غلط، انا عايز ارجع. اللي
اللي اسمه سيد ابو الليفي اللي بيشتغل مع مدام ريهام؟ اه طبعا شفته، من شويه كان بيركب مركب مع مدام ريهام. مركب؟ ونزلوا الميه من ساعه. تؤمريني بحاجه تانية حضرتك؟ لا شكرا. أنا متشكرة قوي يا سيد، بصراحة يعني مش عارفة أقول لك إيه. ما تقوليش حاجة يا هانم، أنا تحت أمرك في أي وقت. الحمد لله على السلامة. طب أستأذن أنا. سيد، عايزاك لو سمحت. حاضر. تعال يا سيد. اتفضل. أموريني يا هانم. اتفضل يا سيد. شكلكم راجعين مبسوطين من بره ما شاء الله. مين ساعدك؟ انت وريهام. بأمارة ما كنتوا بتتودودوا عند الباب بره ومش واخدين بالكم ان انا هنا. بالعكس يا فندم، ده انا اللي كنت عمال ارغي. مشكلة ريهام هانم اساسا ان هي ما بتتكلمش من اصله. يعني انتوا خرجتوا واتفسحتوا وتقريبا قضيتوا يومكم كله في البحر وهي ما اتكلمتش ولا كلمه؟ اصل الصراحه يعني الهانم كانت نفسيتها وحشه قوي النهارده وكانت متعصبه على الاخر وقالت لي عايزه اغير جو يا سيد، وانا بحكم اوامر سالم بيه لازم اكون معاها. اه طبعا طبعا، وهو بالمره تسري عنها. لا مش فاهم الجمله، لا مؤاخذه يعني. تهون عليها يعني يا سيد؟ اه انا عملت ده، عملت ده بدافع الانسانيه يا فندم، بس الصراحه بيني وبينك قالت لي ما عملته. ليه؟ مفيش، أنا لسه بسألها مالك يا هانم وعينك ما تشوف إلا النور، خدت لي دش تهزيق وبهدلة، احترمت نفسي وكتمت لحد ما وصلنا هنا. غريبة، مع إنك لسه قايل إنها ما اتكلمتش خالص لغاية ما وصلتوا هنا. أيوة يا فندم، يعني الكلام العادي، يا رب ما أكونش قصرت في حماية سعادتك، تؤمريني بحاجة تانية، كده يعني. طب وأخبار باسم بيه إيه؟ باسم بيه؟ يا رب بحق جاي النبي يفك سجنك يا باسم بيه. ماله باسم بيه كمان؟ هو مش انت اللي بلغت عنه برضه يا سيد؟ انا ساعدتك؟ استغفر الله العظيم يا رب. هبلغ عنه ليه؟ وازاي؟ وهقول ايه في بلاغي اصلا؟ هو مش انت الوحيد اللي كنت عارف انه مسافر؟ يعني خلاص يا فندم، كل الاجهزه اللي في المطار دي مش كفايه ان هي تكتشف ان معاه جواز سفر مزيف؟ مستنين واحد زي يفتن عليه؟ بعدين هبلغ عن الراجل ليه؟ يعني الله في الله كده؟ انا ما شفتش منه غير كل حاجه حلوه، هاخده بالراجل ليه؟ ما عمليش حاجه وحشه. ماشي يا سيد، تقدر تتفضل.